سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، الذي يتأمل في كتاب الله يجد كل يوم عجيبا من هذه العجائب. القرآن تحدث عن خلق الإنسان أو مراحل خلق الإنسان بالتفصيل في سورة عظيمة هي سورة المؤمنون. طبعا هنا القرآن يتحدث عن النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم والخلق الآخر، مراحل خلق الإنسان والتي أثبتها العلماء حديثا. العلماء أثبتوا بالفعل أن الجنين ينشأ عبر مراحل ويتطور حتى يخرج طفلا. الحقيقة الله سبحانه وتعالى تحدث بالتفصيل في هذا النص. سنقرأ هذه الآيات: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذا هو النص الذي يتحدث عن خلق الإنسان. الحقيقة هذا النص أيها الأحبة كم عدد كلماته؟ دعونا نعد الكلمات، ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ من مرحلة النطفة التي هي المرحلة الأولى التي نعرفها، لأن مرحلة الطين هذه خاصة بسيدنا آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة 10 فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم 20 أنشأناه خلقا آخر 23. إذن المراحل، آخر مرحلة الخلق الآخر. استخدم القرآن هنا أحبتي في الله كم كلمة؟ استخدم 23 كلمة. هذا العدد كلكم يعرف ما هو السر في ذلك، هو عدد كروموزومات الإنسان. سبحان الله، الإنسان في كل خلية من خلايا جسدي هناك ما يسمى بالشفرة الوراثية التي تعطي الطول، لون العينين، لون الشعر، مواصفات، شفرة وراثية فيها كل الصفات الوراثية. هذه الشفرة تتألف من أشرطة تسمى الشريط الوراثي DNA أو الحمض النووي، وعدد هذه الأشرطة 23. وطبعا هناك 23 زوج، النطفة تحمل 23 كروموزوم والبويضة تحمل 23 كروموزوم. إذن العدد 23 هو الذي يميز الإنسان، تمام؟ عدد استخدم الله 23 كلمة. سبحان الله، أين وضع الله هذا النص أو هذه الآيات؟ وضعت في سورة المؤمنون. طيب ما هو السر؟ لو نظرنا إلى سورة المؤمنون نجد أن رقم أو ترتيب هذه السورة بين سور المصحف كم تتوقعون؟ 23. سبحان الله، نفس عدد الكروموزومات الخاصة بالإنسان، والآيات تتحدث عن مراحل خلق الإنسان. والله أيها الأحبة، يعني أنا يحتار عقلي كيف جاء هذا التناسق المذهل في هذه الآيات. أتذكر الآن معكم أول سورة نزلت تتحدث عن خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق،
خلق الإنسان من علق. هذه السورة هي أول سورة نزلت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. من كم حرف ركبها الله بما أنها تتحدث عن خلق الإنسان من علق؟ لو درسنا حروف هذه السورة سنجد أنها لا تتضمن كل حروف العربية. حروف اللغة العربية وهي لغة القرآن 28 حرفا. هذه السورة تحتوي على 23 حرفا من حروف اللغة، نفس عدد كروموزومات الإنسان. سبحان الله، يعني حتى الله عز وجل راعى هذه القضية عندما أنزل سورة يتحدث فيها عن العلق، ركبها من 23 حرف، يعني لم يستخدم كل حروف اللغة 28، استخدم فقط 23 حرف وخمسة أحرف غير موجودة في هذه السورة. هذه الدقة الهندسية الرائعة أيها الأحبة تدل وتثبت أن الله سبحانه وتعالى هو من أنزل القرآن، وهو الذي قال فيه سنريهم آياتنا في الآفاق. وآفاق الأرقام طبعا هي جزء من الآفاق، حتى يتبين لهم أنه الحق. وبالفعل أنا كمؤمن هذه الحقائق تبين لي أن هذا القرآن هو كلام الله الحق، أنزله ليكون نذيرا للعالمين، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.